أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الجهات من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. في القصرين وفد حكومي يطلع على تقدم أشغال المشاريع من أجل دفع عجلة الاستثمار وتجاوز الإشكاليات التنموية بالجهة. تنامي النشاط الفلاحي والسعي لتطوير الاستثمار بولاية تطاوين تقابله مطالب بالتدخل لحماية المنتوجات من الأمراض. سمفونية الخالدات بالمنستير عرض فني بأنماط موسيقية أوروبية وأفريقية يجسد ملحمة خيل سالم في مراوحة بين الموروث والحداثة البدايه من القصرين ووفد حكومي تحول امس الى القصرين وقام بزيارات ميدانيه لعدد من المنشات والمؤسسات الوطنيه للاطلاع على ظروف العمل ولمراقبه نسق الاشغال في المشاريع المبرمجه عدة إشكاليات يشهدها قطاع الزيتين بالقصرين منها بالأساس تقلص الموارد المائية وقد أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة أهمية التفكير في تعبئة الموارد المائية من أجل تطور القطاع واستدامته إلى حد الآن ليس هناك مخطط مدير للتسجيل الأراضي عدنا ثلاثة قضاة فقط في المحكمة العقارية ولذلك معناها باش تتنسح ولاية القصرين لازم تدعيم المحكمة العقارية اثنين راهو مشكلة المياه مسألة رئيسية المالي يصبح مبقود مع مع الملاحظه ان نحن الامطار هي شحيحه ناقصه ياسر ولهذا ماذا بينا نركزوا على البحيرات الجبليه والسدود جمله الاشكاليات الفلاحيه وغيرها من الاشكاليات التنمويه بلشها مثلت محور زياره الوفد الحكومي الذي تحول امس الى ولايه القصرين اليوم ما احنا باش نحطوا حجر الاساس لل منبت التفاح في في الجسرين واللي ان شاء الله بعده هو باش مركز فني الفني التفاح في سبيبه لانه احنا قررنا العزم انه تفاح سبيبه لازم يصبح انه اكل منتوج اللي لابيليزي عنده لابيل بتاعه يسهل التصدير ثم انه هذا يعاون في مساله ايجابي احنا قلنا انه التحويل يجب وين وين ننتج وين نحاول وبالتالي ان شاء الله فما برشا مشاريع في اطار اه التوجه الجديد الفلاحه اللي هو تمشي اكثر الى تحويل المنتج الفلاحي ان شاء الله يعني زوز المشاريع الكبار اللي تنتظر فيهم الجهه اول حاجه الطريق السريع أستاذ السياره تونس القصرين سيدي بوزيد قفصه ان شاء الله يقع الاعلان عن طلب العروض بخصوص الجزء الاول في خلال هذه السنة يعني مع تقريبا شهر جويلية أو أوت على أقصى تقدير يقع الإعلان عن طلب العروض لتنطلق الأشغال خلال سنة 2018 المشروع الثاني والهام واللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة هو ربط الطريق العربية يعني قصرين سفاقس مشاريع تقدمت بنسبة كبيرة في أشغالها وأخرى في طريقها إلى الإنجاز بالجهة وقد تساهم في المرحلة القادمة من تحقيق مصادر جديدة للاستثمار بالجهة وتطوير نسق التنمية نبقى في المجال الفلاحي وطلب فلاحو منطقة كرشاو من ولاية تطاوين بتدخل السلطة المشرفة من أجل حماية منتجاتهم الفلاحية من الأمراض في المقابل، أكدت دائرة الإرشاد الفلاحي بالجهة أنها تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة الفلاحين للتعريف بسبل الوقاية من الأوبئة. في منطقة كرشاو من معتمدية سمار بولاية تطوين ارتفعت مساحات المستغلات الفلاحية المنجزة من قبل فلاحي الجهة ولا سيما منهم الشباب الذين أقبلوا على استغلال هذه الأراضي لصلحية التربة وتوفر مائدة مائية هائلة بها لكن عائقا يحول دون تطوير هذه المستغلات في مقدمتها الارشاد الفلاحية وتوجيه الفلاحين من قبل مختصي مندوبية الفلاحة ناخذ في الطماطم وفي البطاطا وفي البصل والسفناري والخضروات مش الورقيه بصفه عامه معناها الزراعات هذه ولا تتطلب معناها متابعه ولت معناها حتى الامراض معناها اللي تجي في النباتات المفروض لدولة تبعث المرشدين الفلاحيين باش يعاونوا الشباب باش يعاون الباعث المشروع باش معناه يوصل المشروع نتاع للمرحلة الأخيرة اللي هي معناها أن تكون الصابة فيها مردودية وفيها إنتاج. أول مثلا ولد عمناول طرناتا بطاطا مشت حرام أنا ما صورتش منها حتى 100 كيلو. خاطر لازم مطلبين يعني يصفون الإرشاد متابع. آه تقوية يعني باش تولي 380 لأنه عدة مرات ولتو ما شيء استثمار هذه المستغلات الفلاحية في عدد من أنميطة الإنتاج المتعدد مثل الخضروات والزيتين يتطلب إحاطة دائمة من قبل الجهات الفنية المعنية إذا كان فما حالات تدخل معناها مستجدات جديدة نمشي على عين المكان في هذا الاطار لابد من الاشاره الى كونه فما معناها حصص معناها تكوينيه وفما معناها تدخلات على الضيعه وفما ايام اعلاميه محليه وفما ايام اعلاميه جهويه. في البرنامج الجهوي للتنميه المندمجه في بعض معناتها مركز لتخزين المنتوجات الفلاحيه وهو مي ما يساهم معناتها باش ان شاء الله باش يكون معناتها حافز للفلاحين الصغار والمنتجين باش معناتها يعدل نحاولوا نعدلوا من حتى من الاثمان معنى في القديم في الاسواق معناتها في القدم الايام في ولايه تطاوين ومع تنامي النشاط الفلاحي النباتي والحيواني وتطور الرغبه في الاستثمار في هذا المجال رغبه يقابلها محدوديه في اعداد البياطره والمرشدين الفلاحيين بحسب المسؤولين انفسهم وفي جابس يقبل الفلاح علي زراعه الزيتين لكنه يصطدم بعديد العراقيل ويطلب السلطه المعنيه بالتدخل لايجاد حلول لتذليل هذه الاشكالات اشتهرت مطمطه الجديده منذ القديم بغراسه الزيتين ولهذه الشجره المباركه مكانه خاصه لدى متساكني هذه المنطقه غراسة ازداد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ مما ساعد على تطور غابة الزيتين التي ينتظر أن تتدعم خلال هذا الموسم بخمسة ألاف من المشاتل الجديدة ولا ثم اقبال بالطبيعه ثم اقبال لكن البعض مش برشا ما يلقاش في الوظيفه العموميه ولا في القطاع الخاص انه يعمل يعني العرب ويخدم ارض الجد وبحكم ان جد المنطقه السقويه واحد يخدم باش ينجم يعيش سنا اكيد تشجعنا على غرس الزيتون على خاطر هي الزيتونه مباركه متوكلين على الله وان شاء الله ربي يثبت ربي يرحمنا بالغيظ هذا النشاط الفلاحي تعترضه صعوبات عديدة تزيد في معاناة الفلاحين ومن بينها خاصة نقص المياه وغلاء المشاتل المنطقة العيثة واحد أكثر حاجة الصعوبات أن الماء مش متوفر بكميات المطلوبة استنى ان اشجار الزيتون تطلب في اوقات معينه كميات هامه من المياه ارتفاع كبير ياسر في الاسعار نتاع لان الفلاحه حكم أننا فلاحة هم فلاحة صغار فلاحة يقولوا إحنا مش فلاحة كبار مثلا نعتبروا عاملي فلاحيين مش فلاح بالمعنى الكلمة لا هنا يطالبون سلطة الإشراف بالوقوف إلى جانبهم وبمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم يلزم ان يقع الالتفات لارتفاع الاسعار في المشاتل كذلك ارتفاع الاسعار في الاسمده هذا كلاش المنتوج ان للمستهلك وصل مرتفع الاقبال على غراسه الزيتين بمطمطه الجديده يعكس النمو الذي شهده قطاع الزيتين بولايه جابس الذي قدرت صابته خلال الموسم الحالي ب 50 الف طن في المجال الانتخابي يبدو أن عملية التمديد في أجال التسجيل الانتخابات البلدية المقبلة انعكست إيجابا على مستوى عدد عمليات التسجيل حيث شهدت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة إقبالا هاما من قبل المواطنين آخر أيام تسجيل بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة للراغبين في تحيين سجلاتهم أو التسجيل للمرة الأولى بعد تمديد الاستثناء في إجال التسجيل للانتخابات البلدية إقبال ملحوظ في اليومين الأخيرين سجلته مصالح الهيئة من قبل المواطنين على عكس الإقبال المحتشم على عمليات التسجيل منذ انطلاقها في جوان الماضي تو معناها سيرتو التتيم الاخرين هذه معناها تحس قبيل اقبال باهي نتاع العباد معناها قاعدين يجيو يسجلوا، بون هي من, من ناحيه فما شويه وعي سيرتو انها الهيئه العليا المستقله للانتخابات عملت عمليات نتاع تحسيس وتبعث في ارساليات قصيره، لقينا شويه مشكله سيرتو مع العباد اللي تحب تسجل وعنوان بطاقه التعريف ما يمشيش مع البلديه اللي يحب يسجل فيها. حبيت تبدل المركز الاقتراع خاطر المركز الأول بعيد شوية عن الدار. توا أقرب للدار م. إيمانا منه بدور المواطن الفاعل في إنجاح الانتخابات البلدية المقبلة وتغيير واقع العمل البلدي المتردي بالجهة أقبل جلال محرز مثله مثل العديد من المواطنين على مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة لتحيين تسجيله وتسجيل ابنته التي ستشارك للمرة الأولى في الانتخابات البلدية المقبلة. نثبت في ونشوف باش نسجل بنتي. بنتي ولا عمرها <applause> 18 هاي باش نسجلها باش تنتخب ان شاء الله اليوم تكمل عمليه التسجيل الخمسه العشيه وتوقع بعد نشر القائمات الانتخابيه يوم 12 و 13 جان في في كل معناها المراكز المقرات البلديات ومن بعد نقبلوا الاعتراضات على سجل الناخبين على الشطب والا الادراج ولا حاجه 13 14 و15 جان في 2018 هذا وستوضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يومي الحادي عشر والثاني عشر من جنفي الجاري على أن يتم تلقي الاعتراضات على قائمة الناخبين من الثالث عشر إلى الخامس عشر من الشهر ذاته انتخابات بلدية يعلق عليها المواطن وامال كبيرة في ظل نيابات خصوصية لم يرتقي آداؤها إلى مستوى العمل البلدي المطلوب كنا في نشرات سابقة قد مررنا روبرتاجا حول الإشكال المتعلق بتسرب المياه في منطقة ولد علي بجهة نفطة هذا الإشكال الذي يهدد سلامة المنطقة هو اليوم موضوع متابعة فعلية للهياكل المعنية وهي بصدد البحث لإيجاد الحلول اللازمة لا يزال مشكل تسرب المياه يثير جدلا وقلقا كبيرين بين سكان منطقة بني علي بنفطة وهنا وفي هذا المنزل تقف هذه المرأة على أطلال الماضي بعد أن تحول منزلها إلى شبه خراب لتجد لدى جيران الحي الملجأ والمتنفس لأن يعني هل الندوة هذه الواحد ما عليها منين والساعة والماشة هابطة أنا يا معاش نقعد فيها عدت نهز في ذيلاتي ونخرج للجيران باش نولي نسكنها معايا المراه هذي نظرا لقرابة حليا وجارتي وقريبتي وبنت عمي باش نسكنها معايا رغم اللي انايا زاد حتى داري ما تتحملش وضيقة وضوي ضيقة الدار وكذا وحتى نرى لحقني ضرر من الشيء اللي قاعد واقع معناها في الماء هذا انهيار جدران المنزل وخاصة أمام صعوبة واستحالة صيانته عوامل عديدة ساهمت في هجران هذه العائلة لمنزلها مأساة باركة وأبناؤها تقاسمها جيرانها ولو لبضعة أيام وفي مقر ولاية توزر لا تزال الجهات المختصة تبحث جاهدة عن أصل المشكل للتصدي والحد من هذا الخطر ما زلنا ما وصلناش بطريقة نهائية وحاسمة المصدر نتاع الماء عنا بدينا نعمل في تقدمنا برشا في التحليل وفي البحث نهار الاثنين عنا ثلاث حاجات باش ندخل مجدد أولا بيجينا فريق من الإدارة العامة للسوناد باش يعمل ابحاث باش يثبت إنفو فوا بور اسكو هل الماء هذا مصدره سونيد ولا لا؟ اثنين عندنا ديزاناليز من اللي درجه للصحه الصحه باش يعطونا التحليل هل الماء هذا ملوث ولا لا؟ باش يزيد وثلاثه باش تكفل المصالح الولايه بتعين مكتب دراسات اذا كان هو نتاع نز باش نعملوا خنادق اللي تهز الماء الناس هذا بعده على الحي باش الناس والمواطنين والسكان يرتاحوا من الماء هذا اللي في الديار نتاعهم. حي بني علي بنفطه والذي يضم قرابه 700 عائله واكثر من 3000 ساكن وعلى مساحه كيلومتر مربع هو من الاحياء الاكثر كثافه سكانيه بهذه المدينه ينتظر سكانه تدخلا عاجلا لحمايته من الانهيار وايقاف نزيف تسرب المياه الذي بات يمثل هاجسا يؤرق سكان هذا الحي الحرص على تطوير مهارات الاطار التربوي حتى يتمكن من التواصل الايجابي مع حامل الاعاقه هو الهدف من الدوره الثانيه للملتقى الوطني للتكوين في مهارات التواصل التربوي بالمنستير والذي ينظمه كل من الاتحاد التونسي لاعانه الاشخاص القاصرين ذهنيا وجمعيه الامل للقاصرين ذهنيا بالوردنينا الملتقي الوطني الثاني لمهارات التواصل التربوي لحاملي الاعاقه في دورته الثانيه بالمنستير مبادره من المجتمع المدني لتطوير مهارات الاطار التربوي في التعامل مع المعوقين يمتد علي مدي ثلاثه ايام السنه الثانيه علي التوالي مدرسة الأمل أو جمعية الأمل القصرين ذهنيا بالوردنين نظم الندوة هذه والدورة هذه الإطارات التربوية الموجودة في المدرسة نظمنا الملتقى هذه يخص جمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصيه الكل بصفه عامه باش نستفيدوا معناها منها الاطار العام للكل واللي يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه قرابه المئة من المربين ومديري مراكز الاحاطه بالمعوقين يشاركون في هذه الدوره لتطوير تجاربهم في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه سنعرض فيه تجربة الجمعية في مجال إدماج الأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي الملتقى الثاني الخاص بمهارات التواصل مع ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي ننتظر منها برشا حاجات خصوصا أنه لم يطور المستوى المعرفي للمشاركين تربيه وتعليم المعوقين والاحاطه الاجتماعيه والنفسيه والتربويه بهم تستدعي التكوين المستمر للاطار التربوي الذي يشهد نقصا كبيرا على مستوى وطني والعلم قد يتطور ديما فما حاجه جديده ديما فما تطور في الـ في الاساليب العمل ماذا بينا كل مرة مع كل حاجة جديدة تعبد نتكونوا فيها ونشوفوها ونتعلموها القاربات الفنية والبيداغوجية تتطور بطبيعتها ولذلك يأتي تكوين الرسكلة في هذا السياق من أجل تطوير الأداء المهني وتطوير الممارسات المهنية بالمناسبة هذه نحب كلمة نوجهها لسلطة الأشراف للناس المسؤولة المعهد التربية المختصة أنه يرجع يقوم بدوره كما قبل ويأثر المربين راهو في المراكز نتاعنا عندنا ياسر نقص الملتقى الوطني للتكوين في مهارات التواصل مع حاملي الإعاقة مساهمة فاعلة في الإحاطة بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية نبقى في المنستير ونبقى أيضا في إطار العمل الإنساني عندما يجتمع الفن الراقي بالعمل النبيل في سمفونية الخالدات التي انتظمت بالمركب الثقافي امسية ثقافية للتعريف بجمعية صوت الطفل. امسية موسيقية احتضنها المركب الثقافي بالمنستير، جمعت بين الفن والعمل النبيل من اجل التعريف بنشاط واهداف جمعية صوت الطفل. <applause> جمعنا الفن الراقي بال... بالعمل الراقي لان المساهمة في العمل الانساني هي ارقى حاجه الانسان ينجم يعملها وكل شخص جاء لهنا معناها يتمتع بالعشويه هذه ويكون عنده معناها مساهمه وفرصه هنا باش عرفنا روحنا منها الخيمه هذه وكذا عرفنا بالنشاط نتاعنا ومن طون سي سوسيال اقل حاجه نجمو نعملوها حفل موسيقي سمفوني جسد ملحمة خيل سالم في مراوحة بين الموروث والحداثة في عمل ارتقى إلى الإبداع دعموا المجموعة اللي هي عندنا كفاءات طيبة في تونس لكن دعموها بكفاءات دولية هكا باش نحكيو العالمية وباش نراخر نمشيو بحثهم ونقدموا سالم أو سيمفونية خليدات في العالم نسي تونس اللي هبوا سبعة عواصف غضب هبوا هذوكم هما نساء تونس باش ياخذوا بالثار باش يحميوا البلاد باش يحميوا الكرامة واليوم انطلاقا من مرثية عندنا في التراث مرثية سالم خلقنا واستطعنا أن نوجد مشهدية عالمية سمفونية الخالدات ألفت من الكلمة والموسيقى والركح والأزياء والكوريغرافيا لوحة فنية تفاعل معها الحاضرون باختلاف جنسياتهم إن شاء الله نعود للمستمع التونسي على مثل هذه الذائقة الموسيقية تجربة جديدة في الذائقة التونسية لاقت استحسان من واكبها ستخصص مداخلها لفائدة جمعية صوت الطفل بالمنستير. نصل هكذا إلى ختام النشرة ونذكركم بعناوينها. في القصرين وفد حكومي يطلع على تقدم أشغال المشاريع من أجل دفع عجلة الاستثمار وتجاوز الإشكاليات التنموية بالجهة. تنامي النشاط الفلاحي والسعي إلى الاستثمار بولاية تطاوين تقابله مطالب بالتدخل لحماية المنتوجات من الأمراض. سمفونية الخالدات بالمنستير عرض فني بأنماط موسيقية أوروبية وأفريقية يجسد بلحمة خيل سالم في مراوحة بين الموروث والحداثة ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء